بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء، أريد أن أعود إلى الحصة الماضية والرجوع إلى الحق فضيلة. نعم. وكنت يعني ردحا من الزمن أعتقد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يجد أحدكم إلا لحاء الشجر فليعض عليه متعلق بالجمعة. فإذا به تأكد بأنه متعلق بالسبت. ربي إن شاء الله ينفعنا، وهذه من الأمانة العلمية ونشكركم على ذلك. لا لا نتقدم بين أيديكم أنتم. نعم. وإنما هي إشارة وتنبيه من الأمانة العلمية. أسلي بارك الله فيكم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المؤمن كمؤمن كأنه بطبعه مؤمنا لا يكتمل إيمانه إلا إذا آمن بكل ما أخبر الله به وأعلم عنه، ولا يجوز لنا أن نتعدى ما بيّن الله تعالى في كتابه من بيان صفات هذه المخلوقات المتعددة. إيمانا بالغيب. إيمانا بالغيب، لأن المؤمن يكتمل إيمانه إلا إذا آمن بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إذ إلى آخره الغيب. وحتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على المؤمنين بالغيب، قال أنا متشوق ومتطلعون إلى إخواني. قالوا نحن إخوانك يا رسول الله. الصحابة رضي الله تعالى قال أنتم أصحابي، إخواني الذين سيأتون من بعدكم، لا هم رأوني ولا رأوا المعجزات ومع ذلك يؤمنون ويتبعون. هؤلاء هم إخواني، إخواني أخو إخوتي يعني إخواني. وقال أنتم منهم. أصحابي وهم إخواني. الله يجعلنا منهم شاء الله. يا رب. إيه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن إيمان العبد لا يكتمل إلا إذا آمن بالغيب. نحن الآن نؤمن بالغيب. الله بالنسبة إلينا في ذاته غيب. نعم. في صفاته حاضر، لأننا ملزمون بأن نؤمن بما أخبر الله به. الله أخبر بوجوده وبأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدبر وهو الذي يتحكم وهو الذي يملك وهو الذي يعطي ويأخذ وهو الذي يعطي ويمنع، وهو كل شيء بيده. هذا لابد أن نؤمن به ونسلم به، لأن هذا يحررنا من تبعية لغير الله تعالى. أنا عندما أعلم يقينا أن أجلي بيد الله، لماذا أخاف من العبد؟ أعلم أن رزقي بيد الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لماذا أخاف من مخلوق مثلي أنا؟ يعني معناها يحررني من تبعات الخوف لغير المستحق للخوف هذا. إذن انظر إلى الإيمان بالغيب. نعم. إيمان بالله تعالى، ثم الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. أولا الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام نحن كمؤمنين، من الذي أخبرنا وعلمنا وأخذ بأيدينا وأوصلنا إلى هذه المستوى من الإيمان؟ هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. عليهم الصلاة والسلام. الذين أرسلهم إلينا رحمة للعالمين. قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الإيمان بالغيب جزء أساسي في حياة المؤمن، لأنه لا يمكن، وهو اختبار لغير المؤمن شيخنا. لا لا، ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يسمى مؤمنا وأن يوصف بالإيمان ما لم يؤمن بالغيب، لأن حقيقة الإيمان لا تكتمل. يعني ذلك الأستاذ الذي كان يعلم التلاميذ، وكان ما يسمى عندنا الآن في المصطلح المعاصر الملحد عاطي. نعم. لا يؤمن إلا بالملموس والمحسوس، ينكر كل الغيبيات، ينكر جميعها. فقال مرة في القسم لتلامذته: أنتم تدعون وتقولون بأن الله موجود،
إن كان ما تقولون صدقا أروني إياه. ما فيش، لأن التلاميذ في مستوى لا يستطيعون أن يجادلوا وأن يناقشوا، خاصة هو أستاذ يتحكم في مصيرهم. يعني دعوني ألمسه، ما فيش. إذن أين هذا الإله؟ ما فيش. تلميذ شجاع يعني مؤمن، وألهمه الله تعالى في ساعتها أن يقحم هذا الأستاذ الغبي. هذا غبي في الحقيقة. نعم، ألغى عقله يعني. قالوا يا أستاذ أنا أتحدث إليك. قال تعالى أوقف بجنبي يا أخي، يعني أنا عندي حرية الكلام، كلام كما كنت تتكلم. قالوا تفضل. قالوا يا زملائي، هذا أستاذ هو الآن موجود أمامي، موجود، أنتم ترونه بأعينكم، أنا ألمسه بيدي، إذن موجود، ولكن عقله موجود ولا ما موجود؟ لا يراه أحد. أريني عقلك يا أستاذ، دعني ألمسه بيدي. ما فيش. إذن أنت أستاذ بلا عقل. وهي الحقيقة. وهذه الحقيقة. نعم. إذن معناها الإيمان بالغيب من أساسيات اكتمال الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر الآية. نعم. التي نقرأها كل ليلة. نقرأها. بالعكس، هذه الآية جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها كل ليلة، كما قال آيتين. نعم. يعني آيتين من خاتمة البقرة، من قرأهما كفتاه، يعني دافعتا عنه كل شر وكل مكروه، ودخل بهما في حماية الله تعالى. النووي قال لهم كفته قيام الليل، يعني تكفيه الخير العظيم. الخير العظيم. نعم. فلذلك إيمان بالغيب، هذا الغيب الذي آمنا به، وجود الله تعالى، آمنا بالغيب بالكتب المنزلة وإن كانت موجودة عندنا، ولكن غير القرآن هو محرف كله. نعم. يعني في الآن في 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 لا وجود، يعني في مرحلة لا وجود، يعني لأن كل ما فيها مخرب، ما فيش، يعني لا، ليس هناك خيط يربطها بمصدرها، ما فيش. نعم. منقطعة. إذن وجودها وعدم وجودها سيان. عبثت فيه أيدي البشر، يعني هذه الكتب السماوية الأخرى. لأن هم عندهم اعتقاد أن الكنيسة تتحسس ما يريد الشارع، فكلما رأت الشارع يتجه إلى اتجاه، ذهبت إلى كتابها وكتبت بأن الله يأمر بذلك ويأتي إلى ذلك ويرغب في ذلك وما إلى ذلك، والله ما أنزل الله بذلك من سلطة. إذن أين كلام الله؟ أين كتاب الله؟ أين أصل كتاب الله؟ ما فيش. إذن الكتاب الوحيد الذي بقي على سلامته، لأن الله تعهد بحفظه، هو القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكرى، والذكر هنا بمعنى القرآن. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فيش يعني مكانش. نعم. وهذا عهد من الله تعالى. الله يحفظه يحفظه إلى أن يرث له الأرض ومن عليها. فإذا لا يلحقه. وقد حاول اليهود وأعداء الله تعالى أن يحرفوه، أن يلحقوا به شيئا مما لحق بكتبه، ولكن لم يفلحوا. وآخر محاولة تذكرها يعني كتب التاريخ يعني معاصر ماشي قديما، أن اليهود عرضوا على صاحب مكتبة إغراء ماليا غير محدود، أن يحذف كلمة واحدة فقط في القرآن الكريم، يحذفها يشطبها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحي غيره واش بقى؟ يبتغي الإسلام. ومن يبتغي الإسلام. نعم. يعني هنا يعني انقلاب رأس على عقب، ما فيش. نعم. خلاص يعني ما بقي شيء. وزعت طبعات من المصحف في هذا لا الطبعة. نعم. الأولى. نعم. والمصحف الأول الذي يخرج من المطبعة. نعم. يقع في يد حامل لكتاب الله الشيخ الحسين، ويشاء ربي أن يفتح أول ما يفتح وهو. نعم. في يعني مزين في زخرفة، يعني مش على الجلد والكتابة الذهبية وما إلى ذلك، ويشاء ربي أن يفتح
على الصفحة من سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلامي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا به ومن يبتغي الإسلام فأعوذ بالله فصح. الحمد لله. هذا كتاب محرف، هذا كتاب مزيف. نعم. هذا كتاب وقعت في فصودر في حينها، وقعت في شيخ في يد الشيخ الحصري، تكلم على هذا الحديث. نعم. ويعني حرقت المصاحف. نعم. بعدها صدرت سحبت كلها. نعم. يعني هو عهد ربي. نعم. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظة. لم يفلحوا، خسروا الأموال وصرفوا الأموال وأعطوا مكافآت وإغراءات، ومع ذلك مشروعهم فشل في مهده. نعم. إذن الإيمان بالغيب يخلينا نتقوى ونتأكد يعني باليقين الذي لا أشك فيه بأن حياتنا بلا غيب، بلا إيمان بهذا الغيب لا تساوي شيء. أنا عندما أؤمن بأن الله تعالى خلق ملائكة عليه الصلاة والسلام، أنا خلقني الله من تراب وأعود إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لكن الملائكة عليهم الصلاة والسلام خلقهم الله من نوره، من نوره، يعني اشتق لهم مادة الخلق من نوره سبحانه وتعالى. ولذلك هي أجسام نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم الله تعالى كلفهم بوظائف، بمهام في الحياة، كأن هذه من باب النوادر التي بعض الناس يقفون عندها للنكتة، لكن هي في الحقيقة حقيقة. يعني الله تعالى أخبرنا أن على كل إنسان ملكين، عتيد ورقيب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتيد. الرقيب الملك الذي يسجل الحسنات، والعتيد الذي يسجل السيئات، يعني معناها أحدهما على اليمين والثاني على اليسار. هذه الملائكة عليهم الصلاة والسلام تتعاقب على العبد بين الليل والنهار، يعني وملائكة خصها الله تعالى مهمتها أن تحصي على الإنسان أعماله، تسجل، لأن الله تعالى عدل حق ليس بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد وما يظلم ربك أحدا. والعبد من طبعه يحس بالحقرة، يحس بالاعتداء، ويحس بالظلم عندما يعاقب على خطأ ارتكبه، وربما يسعى لتبرير الخطأ، وأحيانا يسعى لإنكار الخطأ. فالله تعالى أقام عليه شهودا. أولا الله تعالى يعلم ما سيفعل هذا العبد منذ أن خلق إلى أن ينتقل، يعني بين المنطلق إلى المنتهى الله تعالى يعلم، لأنه هو الذي خلق. فكتب، وكتابته الذي نقول عنها مكتوب، كتابة من سبق العلم بما يفعل العبد. ولكن العبد جحود، إن الإنسان لربه لكنود، فيجحد، قل يا ربي أنت كتبت علي قبل أن أولد، فكيف تحاسبني وتعاقبني وكذا إلى آخره. قال أنا لم ألزمك، وتريد شاهدا آخر؟ يلا هاتوا الكتاب الذي كان يكتبه الملائكة عليهم الصلاة والسلام، رقيب عتيد، ويتعاقبون بالليل والنهار، معناها ما يلفظ من كلمة ولا يقوم بحركة ولا يعمل عمل إلا وهو مكتوب. كما قال أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه: أيها العاقل، انظر إلى ما تنطق به بلسانك، فإن كل كلمة تنطق بها مدونة لك أو عليك، لكن لا تذهب سدى، كل كلمة تلفظها راهي مسجلة، إذا كانت خيرا فهي لك،
في ميزان حسناتك، إذا كانت شرا فعليك تتحمل عاقبتها ووزرها. نعم. فإذا معناها الله تعالى يأمر بإخراج الكتاب، ومع ذلك الإنسان يبالغ في الإنكار وفي الجحود، لا ما 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 كانوا صادقين فيما كتبوا، يعني يوازن بين نفسه وهو، فيقول الله تعالى لجوارحه اشهد على صاحبكم هذا، فالجلد يتكلم واليد تتكلم والرجل تتكلم وكل عضو في جسمه يتكلم بما فعل، حتى إنه يحتار ويتساءل ويعاتب أعضاءه وجلده لماذا ينطق، قال فقالوا أنطقنا الله والذي أنطق كل شيء، احنا لا نكذب. إذن الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام يؤمن بهذه السلسلة من المراقبة الإلهية تعالى، يعني من الله تعالى لعبده، لا يخفى عليه شيء في السر أو في العلن، لأن كما قال في الأثر الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب، نعم، معناها يترقبون العبد ويلاحظون ما يفعل ويسجلون، لكن ماذا يقصد العبد من فعله هذا لا يعلمونه. قال الله تعالى عندما يأتي الملائكة عليهم الصلاة والسلام بكتاب من الملائكة يصفون العبد معجبين بعمله وهو متقن وهو يعني يوافق السنة ويوافق الشرع وما إلى ذلك، معناه في اعتقادهم بأن هذا العبد فاز، بأن هذا العبد فاز، انتهى الأمر خلاص. فلما يصلون بهذا العمل أو بهذا المكتوب إلى الله تعالى يقول الله تعالى لهم أنتم كنتم الحافظة على عبدي وكنت عليه الرقيب، أنتم كنتم تسجلوا تلاحظوا تسجلوا، لكن أنا كنت في داخل قلبه أقرأ على صفحة قلبه، أعلم ما كانت نيته وما كان قصده وما كان دافعه إلى القيام بهذا العمل. فإذا يعني بين الرقيب وبين الحافظ نعم فرق، ومع ذلك يجب أن نؤمن بهذا الغيب. نعم. لأن من شأن إيماننا بهذا الغيب يخلينا أولا نخاف الله، نستحي من الله، تعزيز الإيمان في النفوس. نعم. نعم. ثم نحترم وجود الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم. يعني أنت عندما تفعل خطأ تحس بأن أعين البشر تنظر إليك، تحجب تتحفظ، فكيف بالملائكة عليهم الصلاة والسلام وهم ينظرون إليك ويسجلون؟ فعندما تدرك هذا تستحي، ويكون هذا مانعا لك من اقتراف الآثام. وهذا الموضوع ما هو إلا التذكير بهذا الأصل، وأيضا هو يعزز الإيمان في النفوس، هذه الذكرى أيضا كذلك تنفع المؤمن. نعم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. طيب معنا سؤال ورد من سمين باتنا تركت سؤالها، وعلى الخط معنا العايب من العاصمة. طيب استقبل مكالمة العايب. ألو. نعم الأخ العايب من العاصمة تفضل. ألو السلام عليكم. وعليك السلام شيخ. السلام عليكم، وحي قاعد تقنية معك ونلحق المكالمات. شيخ عندي زوج أسئلة. سؤال أول على واحد إنسان يخدم معنا مسكين رحمه الله برحمته الواسعة، كان طحنا بجمعه وكاين ناس ما حضروش، فانا اتصلت بهم وقلت لهم، وكاين مساكنين في واحد لا غالب ما كاش المواصلات ما كاش امور ما خي عندي ما عندي حتى دم. فهم سؤال شيخ ان شاء الله. واضح واضح. الو. واضح ان شاء الله. اسمع فيا شيخ. نعم واضح ان شاء الله. واضح. والسؤال الثاني شيخ، خلقة الله في خلقه، كاين بعض الناس يضحكوا على العباد ولا هذا مخلوق الله سبحانه وتعالى ربي وشاطنا، نقولوا الحمد لله، واحد يقول لك هكذا هو يكون معه هكذا ومن بعد يغيب بعد منه يبدا يصرف من الانسان، حرام الانسان. كل شفت العباد كيما هذا قلت ربي سبحانه وتعالى ماشي هذا ماشي مليح، انا نديرو التميمه في خوتنا، وحنا هذا ربي خلق هذا الانسان في حياته لازم ما يكونش يكون كيما لازم الحال.
نقول الشيخ سؤال ثاني مفهوم. شكرا نلعب، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا. الى ولاية شلف الاخت العالية. الو. نعم، راني على المباشر. على المباشر والشيخ يستمع اليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخي عندي سؤال. عندي امي. نعم. كنت لسه عندها فيسكي. وجاو سرق، سرقوها، سرقوا لها دراهمها، سرقوا لها فيسكي. وبغات ما تعوض لي مالها الخاص. هل يجوز تعوض لي؟ واش ندير؟ تعوض، تعوض لامك اللي سرقوها. تعوض لي مالها الخاص. التعويض لمن؟ للأم اللي سرقوها. العالية لا نسمع. أول سؤال. التعويض لمن يا العالية؟ الله يرضى عليك. التعويض شكون يتعوض؟ من يعوض من؟ تعوض لي أنا، أنا أنا يا شيخ سرقوا لي أنا بهدي. أنت سرقتي. عندي 20 سنة راني دفعت عندها. الأم تريد أن تعوضها. نعم، في ذهبها الذي سرق. نعم. والخاوة قالوا لازم تعد، لازم يعدل، تعدل الأم في هذا العطاء هكذا. نعم يا العالية. طيب خلاص، اعترضوا الإخوة يا شيخ. ما واضح إن شاء الله. رضوان من قال ما خرضوان. الو السلام. نعم. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راكم الشيخ لاباس؟ بخير الحمد لله اخي. الحمد لله. تحياتنا للشيخ ابو عبد السلام. الله يحييك. مرحبا. عندي سؤال برك اخي، كمكن امكن يعني يجاوبنا عليه. تفضل. انا عندي الوالده تاعي توفات يعني اللي مات هذم رحمه الله عليه، ويعني كانت في حياتها كانت امنه يعني انها تروح تجيب عمره. نعم. وما كتبش ربي يعني، وتوفات قبل ما وما راحتش يعني تجيب العمره. ايه. وخلات وصيه قالت انا اذا مت يعني سواردي روحوا جيبوا بهم عمره ليا. ايه وصات. نعم. ايه خلات وصيه قالت يعني روحوا جيبوا عمره اذا مت يعني، وما رحتش جيبوا عمره ليا. درك هي خلات يعني مبلغ من المال يعني مش كافي باه نروحوا نجيبوا به عمره. ايه. والمبلغ هذا من المال يعني فيه شويه تاع ذهب يعني، وحنا الاخوه يعني خمسه اولاد وثلاث بنات يعني. ايه نعم. حنا رانا مسامحين يعني فيه كل يعني، قلنا ما نديو حتى شيء. كاينه يعني بنت يعني من الاخوات تاعنا قالت انا ندي من ريحه امي يعني، ندي شويه من ريحه امي ندي ذهب يعني. نعم. ان امكن يعني الشيخ يجاوبني درك، هل يعني الوصيه تاعها نتموا بالوصيه تاع الوالده، ولا التركه هذه نقسموها، ولا كيفاه يعني؟ واضح. واضح ان شاء الله. واضح يا اخي. ان شاء الله. بارك شكرا. مع السلامه. نطلب من الشيخ برك انه يدعي للوالدين تاعي برك يعني راهم توفوا. الله يرحمهم. الله يرحمهم ان شاء الله ويجعلهم في عفوه وغفرانه يا رب. ان شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم. وعليكم نعم. السلام. الى فاطمه من غردايه. نعم اخت فاطمه. فاطمه من غردايه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. معلوم. وعليكم. مرحبا تفضلي. مرحبا بكم شيوخنا وجزاكم الله عنا كل خير. امين امين. بغيت نسال الشيخ سؤال الله يجازيك. تفضلي يا فاطمه تفضلي. اي انا كنت بيني وبين نفسي زمان دايما نازلات نعطي شغل مبلغ من المال مسجد ويتيمه معوقه. وهذا الاشهر تاع كورونا يعني المسجد كان من كان مغلق ما كيسالش باش نبعث لهم مبلغ مثلا 100 الف. ايه.
والان راه زوج بنتي يعني ماهوش خدام ويعني محتاج، ما حبست من الخدمه بسبب هذه الجائحه، وعدت المبلغ اللي كنت نعطيه للمسجد ولهذيك البنت لميته وعطيته له مثلا بنتي هاكي تصرفوا به، هل ما يجوز ذلك ام لا؟ انت كي تقولي درتي تمدي للمسجد ولليتيمه؟ سؤال ثاني من فضلك، بنتي باغية يا فاطمه الله يجازيكم شكرا. فاطمه حابه تعطيه من هذا الشيء اللي درتي منه او من مال اخر؟ الو السلام عليكم. نسمع. طيب نسمع. حابه نسال سؤال من فضلك ياك، ما هو حكم استعمال مقشرات الروز مثلا والله مقشر وماسك القمح الشوفان هاك ونغسلهم في الحمام، يعني هل هذا جائز ولا والد؟ شي هو؟ مقشر شغل نعمة هاك، يجوز أنني نستعملهم ونغسل في بصرتي ولا لا؟ مقشر الأرز والقمح تقول إذا غسلتهم في الحمام يعني في بيت الخلاء. نعم واضح إن شاء الله. شكرا يا أختي بارك الله فيك. طيب نجيب شيخنا الفاضل بالنسبة للسؤال الذي تركته سمية باتنا أثناء طرح الموضوع، تقول ما هي الطريقة الصحيحة لصلاة الاستخارة؟ هذا أولا. ثانيا ما هي الدلالات التي تأتي بعد صلاة الاستخارة لمن يقوم بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. صلاة الاستخارة سنة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة في كل الأمور، في الأمور كما يعلمهم الصلاة، يعني ركعة من الصلاة ولا الآية من الصلاة. وإذن سنة، معنى الاستخارة معناها استشارة الله تعالى، أنا أريد أن أقوم بأمر لا أعلم فيه خير أم لا، فأستشير الله تعالى وهو يعلم وأنا لا أعلم، ليدلني على هذا الذي أريد القيام به، إن كان خيرا أفعله وإن لم يكن كذلك أتركه. إذن هذا بالنسبة للمعنى الاستخارة. كيف تؤدى هذه الاستخارة؟ ركعتان من غير الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان من غير الفريضة، والأصل فيها أن يقرأ المرء فيها الركعة الأولى الحمد لله وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية الحمد لله وقل هو الله أحد، وكل الصلوات التي تؤدى مثنى مثنى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من السنة ومن المستحسن أن يقرأ فيها صاحبها الركعة الأولى الحمد لله وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية الحمد لله وقل هو الله أحد، ركعتا الفجر، ركعتا ولا الضحى، ركعتي تحية المسجد، ركعتي اللي بعد المغرب. يعني هذه السنن يستحسن فيها أن يقرأ فيها بالكافرين أو الكافرون والإخلاص. فصلاة الاستخارة هكذا، تصلي ركعتين من غير الفريضة، تقرأ الحمد لله في الركعة الأولى وقل يا أيها الكافرون، والحمد لله وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. متى تؤدى هذه الصلاة؟ تؤدى في أوقات تحل فيها النوافل، يعني لا تصلى في أوقات النهي عن صلاة النفل، ما بين الفجر الصادق إلى شروق الشمس مقدار رمح يعني حوالي نصف ساعة، في هذا الوقت لا نصلي صلاة الاستخارة. لكن إذا حلت الضحى فتح باب الاستخارة إلى العصر. نعم. إلى العصر، وعندما يدخل وقت العصر يمنع ويكره أداء النفل، فإذا لا تؤدى صلاة الاستخارة إلى ما بعد المغرب ثم إلى الفجر. من المغرب إلى الفجر كل وقت مفتوح لصلاة الاستخارة، هذا من حيث الزمن. من حيث الدعاء، الدعاء يكون بعد السلام، يعني الإنسان عندما يسلم من الركعتين يدعو الله تعالى متضرعا إليه سائلا حاجته مسميا لها، وهو يستقدر الله بقدرته
ويستعين بعلمه وما إلى ذلك، أنه إذا رأى الله في الأمر الذي يريد فعله خيرا ييسره الله عليه ويجعل صدره ينشرح ويندفع إلى العمل دون ما تخوف وتحفظ، يعني يفرح بقدومه أو بإقدامه على العمل هذا. وإذا كان في الأمر شر وفي يعني عسر وسوء نفسه تنقبض، يستثقل القيام بهذا العمل فينفر منه ولا يقوم به. ولذلك في صيغة الدعاء اللهم إن رأيت في هذا الأمر خيرا فاقدره لي ويسره لي ويسرني إليه، وإن كان على غير ذلك فأصرفه عني وأصرفني عنه. إذن معناها هذا الذي يحدث، ليس هناك رؤيا ولا انفتاح السماء ولا شيء من هذا، ليس ما يرى هناك ما يرى، إنما هو قضية الانشراح والانبساط والرضا الذي يحس به القادم والمقبل على هذا الفعل. وقلت استشارة معناها الله تعالى لا يخيب عبده، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خاب من استشار ولا عال من اقتصد. ما خاب من استشار يعني استشرت الله تعالى لا يخيبك، إذا كان في الأمر خيرا دفعك إليه ويسره وفتح عليك، وإذا لم يكن في ذلك جعل الله تعالى لك موانع تمنعك من القيام به. أما أن ترى ذلك في المنام أو أن تراه في اليقظة أو أن تراه فليس هناك شيء. هذا هو، والله أعلم. بارك الله فيك. العيب من العاصمة بالنسبة لما طرحه عن هذا الزميل الذي مات معه. نعم والله إحنا الإنسان الذي يموت حضور الجنازة وصلاة الجنازة كيف يقول الفقهاء في حقها؟ فرض كفاية ليس فرض عين على كل واحد، على كل واحد فرض كفاية، معناها إذا قام به البعض سقط الإثم عن الذين غابوا، معناها مات أحدهم ولا بد باش نصليوا عليه باش ندفنوه. عندنا احنا في الحي ولا في القرية ولا في المدينة 1000 واحد حضروا 100 صلوا عليه أغنوا عن 900 أخرين خلاص لا إثم على 900. لو كان يغيبوا الكل ويرفضوا الكل يصلوا عليه وإنه كلهم أثمين، ولكن إذا قاموا يصلى عليه 1 ولا 2 ولا 10 أغنوا عن الجميع. إذن فرض كفاية. حضر من قدر على الحضور أهلا وسهلا، والحاضر إلى الجنازة هو الذي يستفيد أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من صلى على جنازة يعود بقراط من الحسنات، قراط وكل قراط مثل جبل أحد، وإذا صلى عليها ومشى معها حتى تدفن عاد بقراطين من الثواب من الحسنات. وإذا غاب حضر الأولى ولم يحضر الثانية خذ قراط واحد، وإذا غاب لم يأخذ شيئا. إذن الخسارة التي سينالها هي يعني غيابه عن الخير. ولا يكره أحد على الحضور، ولا يجوز أن نعاتبه أو نلومه أو نوبخه أو كذا لماذا لم تحضر، لماذا لا لا نسأل لماذا لم تحضر، هذا أمر خاص به، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسأكم. طيب بالنسبة للأخت العالية من شلف اتضحت لك قضيتها أنها كانت لا السؤال الثاني أنت على العاية. نعم موضوع النميمة هكذا، يعني أنا ما فهمتش النميمة، أنا فهمت قضية الإنسان فيما يجد الراحة، يعني الله تعالى أعطى ومنع، أعطى لحكمة ومنع لحكمة. نعم. فالإنسان ينبغي أن يرضى، يعني إحنا نقول الإيمان بالغيب، الإيمان ينبغي أن يؤمن بقسمة الله تعالى، أعطاه ولم يعطيك، لأن الله تعالى هو الذي يقسم بين العباد أرزاقه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، سيدنا أبو ذر الغفار رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما العمل الذي أعمله
فيحبني الله تعالى. قال ازهد في الدنيا يحبك الناس. يحبك الله. وأي والعمل الذي إذا عملته أحبني الناس، قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ثم قال كيف أكون مؤمنا أو مسلما؟ معنى ذلك أنك إذا أحببت لغيرك ما تحب لنفسك أنت مسلم محب مؤمن. إذا رضيت بما قسم الله لك ولم تعدي بصرك إلى ما عند الغير هذا غنى، تكون أغنى الناس. إذا رضيت بقسمتك وبما أعطاك الله تكون أغنى الناس. وإذا أحببت للناس ما أحب يعني ما تحب لنفسك تكون مؤمنا. نعم هذا هو. أما الأخت هذه التي سرقت وأمها تريد أن تعوضها، ولكن أبناءها منهم من مانع ذلك وقال لابد أن تعدلي بين أولادك، احنا أولا نذكر هؤلاء الإخوة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أختكم هذه رهي مسروقة مفجوعة، الآن رهي تعيش في عسر ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المفروض أولا لا تمانع أمكم إذا أرادت أن تخفف عن أختكم هذا حولها وتعوضها، وليس فقط أن تقبلوا وأن لا تمانعوا، بل أن تبادروا إلى الإعانة، إلى إعانة الأم فيما أرادت. إذا كان ما عندها لا يكفي زيدوا لها، هذا هو المطلوب. مش الممانعة قال لا يا أمي ما تعطيهاش، إذا أعطيتها حتى أنا تعطيني واش وقع لك أنت؟ هيا نسترقوك ونعوضوك سيدي. يعني معناها هذه الممانعة يعني لا تدل على الرحمة، لا تدل على صدق الأخوة، لا تدل على المبادرة إلى فعل الخير. ربي قال فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات وتعاونوا على البر والتقوى. أنتم لما تساعدوا أمكم وتشجعوها على ما أرادت هذه من المساعدة، لأن الخير مش كل الناس يعملوا الخير، ولكن كل الناس يقدروا يديروا يأخذوا أجر بتاع الخير. فاعل الخير مأجور على فعله، والدال على الخير كفاعله. إذن الإخوة هذو ربي يهديهم إن شاء الله. ونقول للأم الكريمة أنت حاولي كيفاش تسترضي أولادك، أولادي هذه أختكم. ربما الأم كأنها تحرجت من من حقها مسكينة تتحرج، كأنها خافت الإثم أو شيء منها. هم كل كبدتها. فنقول لها باش تخرجي من الإثم خلاص وتخرجي من القلق والحيرة جمعي أولادك وكل. قال أولادي أنا ما عنديش باش نعاونوا أختكم هذه، باش نعوضوها بالشيء اللي راهي خسرته. أيا نبذروا يلا نجمعوا. ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ وقتاش قال هذا الحديث؟ قال هذا الحديث لما جاء واحد فقير يعني رث الثياب حالا تعم ما تبشرش بالخير، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر كما جاءت بعض الروايات من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فأخذ الأول يعطي حتى مبادرة يعني لمساعدة هذا الفقير هذا، الثاني وجاء الثالث وجاء حتى اجتمع من المحسنين يعني من إحسان المحسنين ما شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام يعني من وضع الأساس الأول في طريق الخير ثم تبعه ناس آخرون فهو كل هؤلاء يأخذ أجرهم من غير ما ينقص من أجورهم شيء، وكل الذين جاءوا من بعده. انظروا إذن أنتم لما تبادروا إلى مساعدة أمكم فيما أرادت فعله من أجل أختكم.